حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. يتساءل الإنسان غالبا عن كيفية العيش بسعادة ويستمر في البحث عنها في من حوله ولا يدري أنها كامنة بداخله، ويمكنه الوصول إليها من خلال فهمه لنفسه واعترافه بذاته وعدم الخجل من عيوبه أو أخطائه. إنها دروس الحياة التي يجب ألا نغفل عنها حتى نحيا حياة سعيدة وهانئة، والتي لخصها ضيفنا في كتابه ابدأ بنفسك. أرحب أكيد بالدكتور حسن المزين، خبير في تطوير الذات والموارد البشرية ومؤلف كتاب ابدأ بنفسك. حياك الله يا دكتور معانا. الله يحييك. سعيدين جدا بوجودك. أنا الأسعد. يعني عنوان الكتاب جميل جدا، ابدأ بنفسك، وهذا السؤال الذي دائما يعني يتساءل المرء، كيف أبدأ بنفسي؟ كيف سأبدأ بنفسي ولكن كيف؟ هو مبدئيا أول شيء لازم يكون عارف أنه لازم يبدأ بنفسه. نعم. الحياة فيها مدارس العادية والجامعات والكليات، كلياتنا بنربى على مبادئ معينة، خلص جامعتك شد حيلك في دراستك، بكرة صحيح. تطلع للحياة بترتاح. صحيح. وهذا للأسف ببرمجنا برمجة خاطئة، أنه إحنا مفكرين الحياة حتستنانا بورود وأنك حتشتغل بالمجال اللي أنت درسته. صحيح. ولكن تتفاجأ لما بتطلع للحياة إنه الحياة فيها أشياء مختلفة تماماً عن اللي أنت درسته في جامعتك أو في مدرستك. لذلك في مهارات للحياة ضرورية، هي وما يؤكدها إنه الناجحين اليوم في الحياة مش ناجحين بسبب ظروف خارجية، هي نجاح سبب السيطرة على مشاعرهم من الداخل. نعم. ابدأ بنفسك كانت بالنسبة إلي كلمة أنا شخصيا بديت فيها، لأنه عانيت لما طلعت، شفت في فجوة كبيرة ما بين اللي أنا درسته أو اللي تربيت عليه. لما بتطلع الحياة، الحياة مش بابا وماما والمدرسة والكذا، لا لا، الموضوع موضوع أنه بنتعلم في المدرسة أنه نقرأ. صحيح. ألف باء تاء ثاء ونتكلم، لكن ما حدا علمنا نتواصل. صح. في فرق كبير بين التواصل والكلام. تعلمنا في الحياة نسعى وراء علامات، لكن ما تعلمنا كيف نكون نحن أصلا العلامات. صح. اليوم الغالبية العظمى من الناس مش مبسوطين بشغلهم، مش مبسوطين في حياتهم، حتى كلمة الحمد لله طيبين هذا بتطلع يعني غصب. بتطلع غصب، بتطلع استسلام يعني. نعم نعم. الاستسلام يعني. استسلام هي شوف، مجرد ما بتطلع للحياة وتبدأ الحياة بفرض قسوتها، الحياة قاسية. نعم. عندك حل من الاثنين، إما أن تحمي نفسك بأن تصبح قاسيا. نعم. وإما أن تستسلم وتصبح شكاي. انك انت ضحيه وكل المجتمع سيء والناس اليوم ما فيها خير و و و، فالناس بتتجه لهالاتجاهين. ما حدا بيفكر انه لا، فعلا الحياه صعبه، لكن انا ممكن بسيطرتي على مشاعري اكسب اكثر بكثير من اللي انا حاصل عليه حاليا. فهو هذا المبدا، ابدا بنفسك. جميل جدا، ذكرت نقطه مهمه، اما ان يكون قاسيا واما ان يكون طبعا يستسلم وياخذ منحى الشكوى الدائمه. كيف يكون الشخص وسطيا مرنا يتعامل مع الآخرين بمرونة، لا يتخطى على الآخرين أو يتعدى حدوده، وفي نفس الوقت يحافظ على مساحته الخاصة به؟ مبدئيا في شيء ضروري جدا نحن لازم نعرفه، هو علم موجود برا من زمان، لكن نحن لحد الآن ما للأسف لم يدخل حيز التطبيق العملي في حياتنا. نعم. وهو الذكاء العاطفي. نعم. قدرتي على أني أنا أكون ذكي عاطفيا. ما معنى الذكاء العاطفي؟ هو اللي أنت بتحكي عليه بالضبط. اليوم أنا لما أتعرض لصدمة في الحياة أو موقف معين، كيف أتعامل مع الموقف هو اللي حيحدد. نعم. النجاح أو اليوم بتشوف قصة لاثنين توأم من نفس الأم من نفس الأب. نعم. ولدوا في نفس اليوم. نعم. بسبب ظروف حياتهم، والدهم كان سيء وسيء السمعة وظروف معينة قاسية، واحد صار ناجح ومدير شركة والثاني فشل ذريع. تسأل الاثنين إيش اللي وصلك للي أنت فيه، بحكي لك ظروفي. إذا الظروف واحدة، لكن ردة فعل على الظروف. صحيح. هي ما تفرق. صحيح. لذلك هذا العلم، وهو علم على فكرة موجود، يعني أنا أول مرة بعد ما قرأت وتمعنت فيه وجدته حتى موجود في قرآننا. صحيح. لأنه بقول لك قلوب يعقلون بها. نعم. كيف القلب يعقل؟ المشاعر هي أساس اتخاذ أي قرار في الحياة. نعم. وهي التي تؤدي في النهاية إلى أنك أنت تتعامل مع حياتك بإيجابية. نعم. أو سلبية. لذلك أستطيع أني أنا أسيطر على ردود فعلي إذا استطعت أني أفهم نفسي أولا، ومن ثم أستطيع أني أفهم الآخرين. نعم. لأنه نحن في فجوة ما بيننا وبين الناس، دائما عايشين يا دور الضحية يا منحمي أنفسنا بالقسوة. نعم. أشرت إلى نقطة مهمة دكتور، وموضوع الذكاء العاطفي، يمكن أغلب الناس يعني غايب عنهم هذا الموضوع، وموضوع فهم الذات مثل ما ذكرت أولا، ومن ثم
فهم طبعا الطرف الآخر، الفهم الداخلي والفهم المجتمعي. كيف نساهم أو كيف يصل المرء إلى معنى المفهوم الحقيقي للذكاء العاطفي وتطبيقه على نفسه أولا ومن ثم الآخرين؟ شوف، ما في إنسان بيتحرك في حياته لشيء ثاني إلا لما يكون وصل الألم مبتغاه. نعم. يعني اليوم أنت ما بتبدأ تتحرك في شيء إلا لما تحس أنه خلص الألم لا يطاق. صحيح. في حالة أنه الناس وصلت لمرحلة أنت حاسس اليوم، وأنا بكلم معظم الناس دائما بحكي لهم، هل أنت حاسس دائما بإحباط؟ هل حاسس بيأس ضياع؟ حاسس أنه مش عارف تتعامل مع الآخرين؟ مش ماخذ حقك من الدنيا؟ اليوم حان الوقت أنك أنت ترجع تفكر بطريقة أخرى، لأنه إذا بتعمل نفس الشيء كل يوم، وحياتي اليوم أنا من وقت ما بصحى لوقت ما بنام هي تكرار لأمسي وتكرار، وأنا عارف أنه حيصير في المستقبل. نعم. حان الوقت أنك أنت تفكر بشكل آخر. حتى تفكر بشكل آخر بدك ترجع أولا نشوف الناس اللي نجحت كيف نجحت. نعم. تبدأ تقرأ، نستثمر في أنفسنا. صدقني نحن بنستثمر في كل شيء إلا في أنفسنا. صحيح. إلا في مشاعرنا. نعم. يعني الأكل، الشرب، اللبس، السفرات، الطلعات، كله يستثمر فيه، لكن السبب الرئيسي لمعظم الأمراض هي الضغط النفسي. صحيح. والمشاكل النفسية ما حدا بيستثمر فيها. لذلك يجب أنك أنت اليوم تعرف أنه حان الوقت أني أفكر بطريقة مختلفة. في حال صارت الرغبة موجودة الباقي بيصير سهل، لأن اليوم أنت بكون مخك منفتح أنك تفهم أنه مشاعرك هي أساس تغيير حياتك. قدرتي على التحكم في المشاعر. أنا دائما بحكي أنا ما بحفز، ما بعطي تحفيز. نعم. لأنه إحنا ما بنعطي السمك، إحنا بنعلم الصيد. صح. أنا لازم أتعلم أنا، مش يعني نوقف نحكي الحياة حلوة وجميلة. صح. ووقف قدام المراية يقول لا أنا بطل، وأنا هذا ما بيغير. نعم، هذا موضوع آخر يعني، وما أنك فتحته يعني دائما يد فترة، وهذه مرت علينا يعني تقريبا من 10 سنوات خلنا نقول، مع ظهور يعني أو شهرة كتاب السر والبرمجة العصبية. ومن هذا الكلام طبعا أغلب الناس قرأت هذه الكتب، ووجدت أن يعني من خلال ما تقرأ الكتاب تشوف أن الحياة سهلة جدا. بس قول أنت أنك تناجح وأنت فاشل راح تكون ناجح. يعني كلام شوية يعني مبالغ فيه. بالنسبة لي هذه الفكرة هي فكرة جيدة أتوقع كفكرة إيجابية، ولكن التطبيق الفعلي للوصول إلى هذه الفكرة بسؤال كيف، هنا مربط الفرس. أغلب الناس حاب أنه يغير، حاب أنه يكون أفضل، حاب أنه يتطور في شغله، حاب أنه يتطور حتى في طريقة التواصل مثل ما تذكرت. اليوم نحن أغلب الآباء والأمهات يربون عيالهم على العلامات في المدرسة، ولكن ما في تطوير للذات، يعني ما في تطوير للشخصية. كيف نقوم بتنمية الطفل؟ خلنا نرجع لهذا الموضوع، الطفل هو مهم جدا. الطفل كيف أنا أزرع فيه هذا المفهوم؟ حتى تربي الطفل بدك تربي نفسك أولا. نعم. وتكون أنت عارف إيش بدك تعطيه في الحياة. صحيح. اليوم ممكن أعطيك كتاب يكون مثلا أنت وزنك زايد، وأعطيك كتاب فيه أحدث طرق تخفيف الوزن، وتقرأ وتحس حالك طاير من الفرح متحفز، هل هذا حينزل لك وزنك؟ طبعا لا. لذلك أنا لما طلعت في فكرة مدرسة الحياة كان الهدف الأساسي. اليوم أنا لاحظت الناس كلها على السوشيال ميديا، فاليوم كان الهدف الأساسي تطبيقات عملية، لأنه من غير التطبيق لا نصل لشيء. أنا برجع بحكي دائما الموضوع مش موضوع تسمع كلمتين يرفع روحك المعنوية. صح. هذا الكلام موجود بتقرأه في كتاب، لكن أنا اليوم مدرسة الحياة كانت الفكرة أنه زي المدرسة كيف في واجبات ولازم تحل ولازم تتدرب. نعم. ولازم تمتحن عشان توصل لمرحلة أنك تتقن. الأطفال، أهمية الأطفال في أهمية الآباء. نعم. ربي الأب والأم وخليهم يعرفوا بالضبط كيف يبرمجوا أبنائهم عصبيا. البرمجة اللغوية العصبية ضرورية. كيف يحكي مع ابنه بحيث أنه يحمله مسؤولية، مش بس يعطيه يا إما وعود ويشوفه بطل ويحكي له أنت أحسن واحد، أو يحبطه وأنت عمرك ما بتفلح وعمرك ما بصير معك، وشوف ابن عمك إيه جاي وشوف ابن، هذا كله ما هو محبط. لذلك نحن بحاجة أصلا قبل ما نحكي على الطفل بحاجة نحكي على اللي بيربوا الطفل. صحيح. هذا الأساس. صحيح صحيح فعلا. دكتور، ذكرت مدرسة الحياة كثيرا خلال حوارك، ماذا علمتك؟ لا، علمتني كثير، وعلمتني انه الفشل صديقي. علمتني انه كل شيء بيحدث في الحياة من ألم ومن فراق لبعض الأحبة هو بالآخر شيء يحدث لصالحي. علمتني انه مهما قست علي الحياة مش مطلوب اني انا انتصر على الحياة، المطلوب اني اعرف اتعايش معها. علمتني انه في قوة طاقة كامنة، وانه انا زي اي بني آدم آخر، ربنا عادل وزعها.
لكن في فرق بين شخص عارف انها موجوده بيشتغل عليها وشخص مستسلم لها. الله. الحياه علمتني انه الملل دواء انك انت تستثمر في نفسك. صحيح. الحياه علمتني انه الالتزام كلمه مش سيئه ومعناها انك انت بدك تحبس حالك، لا، الالتزام ضروره في الحياه. علمتني انه لا يمكن تعيش لوحدك سعيد حتى لو اخذت كنوز الدنيا. لازم بالاخر تجد طريقه انك تتواصل مع حولك، والعطاء هو اول طريقه للتواصل. اعطي حتى لو كنت محروم، وربنا حكى للرسول عليه الصلاه والسلام في سوره الضحى: واما اليتيمه فلا تقهر. نعم. وكان بذكره بيقول له انت كنت يتيم. صحيح. فاما اليتيمه فتقهر، اعطي ولو كنت محروما. هذا هو سر الحياه، سر السعاده في الحياه. جميل جدا، ونحن ان شاء الله مقبلين على دوره راح تقدمها ان شاء الله بهذا العنوان. خبرنا طبعا اسمها مدرسه الحياه، خبرنا عن هذه الدوره. حقيقة يعني بعد ما يعني أنا اليوم بحكي لك يمكن في أكثر من 300 ألف متابع عندي على الصفحة الحين فاتحين وبيحضروا الحلقة. ما شاء الله. كانت الفكرة إحنا كنت أنا بعمل حلقات بشكل عام، بطلع لايف بحكي مع الناس، لكن وجدت زي ما حكيت أنت بالضبط، إلى لم يكن هناك تطبيق لم يحصل أي تغيير. صحيح. مشكلة التطبيقات أولا غياب مدربين الحياة اللي هم فعلا معهم علم. ثانيا صعوبة الوصول مرات، فأنا وجدت أنه كل واحد معاه تليفون اليوم، فباستطاعته أنه يسجل في الدورة عن طريق الإنترنت، عن طريق أولاين. الفيسبوك. صحيح. عن طريق السوشيال ميديا، وباستطاعته أنه هو يحضر تدريبات. نعم. حيأخذ فيها تدريبات عملية، يحط فيها أهدافه، يبني قناعاته، كل شيء يتعلق بالسعادة والوصول إلى السلام الداخلي. يعني فعلا نحن من خلال هذه الجلسة دكتور، وليست مجاملة الكلام، يمكن تقابلنا، أنا عن نفسي قابلت كثيرين قبل طبعا في مجال التنمية البشرية، ولكن أشرت إلى نقطة مهمة وهي التطبيق للوصول إلى الإيجابية وإلى كل ما تريد من طبعا السعادة، وهي مرتبطة بعدة عناصر. صحيح. دكتور يعني كيف أكيد نعرف المشاهدين الآن كيفية الانضمام إلى مدرسة الحياة؟ المدرسة أنا طبعا السوشيال ميديا باسم الدكتور حسن المزين، سواء نعم. كانت بالفيسبوك أو الانستغرام، باستطاعتهم يدخلوا على الصفحة، يضيفوا الصفحة ويتواصلوا معنا. في كيفية معينة للاشتراك بالتدريبات، وفي دائما يعني أنا حريص يوميا أطلع أتكلم، لأنه هاي رسالتي. في مارك توين حكى مقولة قال لك أهم يومين في حياتك يوم ما بتنولد ويوم ما بتعرف ليش. فأنا أعتقد أني عرفت ليش بعد تجربة طويلة، وعرفت أنه أنا إلي رسالة في الحياة هي اللي بتعطيني السعادة. نعم. مريت بظروف استطعت أني أتغلب عليها بالعلم اللي أنا بحكيه. لذلك أنا كنت حريص أنه يكون الشيء تطبيقي. نعم. مش تحفيز، ما ناقصنا تحفيز، مليان الدنيا تحفيز. نعم. بدي أنا شيء واحد يمسك من إيدي ويحكي لي كيف أطبق علم يفيدني في حياتي. وأنا أتمنى أنه نوصل لمرحلة يصير الناس سعيدة وما تربطها دائما بالمادة. صحيح. وتربطها لا، في شيء أهم وهي مهارات الحياة. مهارة الحياة وما هي؟ الحياة تحصل لأجلك، أنا هذه دائما بركز عليها، تحصل لأجلك. بدك تستفيد من كل ظرف بيحدث في حياتك وتعرف كيف تتعامل معاه، بالسيطرة على مشاعرك، السيطرة على الغضب، السيطرة على الشعور بالإحباط. خفف التوقعات الإكسبكتيشنز، وارفع من جهدك في العمل على نفسك. توقع من نفسك أولا. أنا دائما بحكي إذا ما حبيت حالك ما حتعرف تحب ولا حدا حيحبك. صحيح. إذا ما ساعدت حالك ما حدا حيساعدك. فاليوم أنت مجرد ما بتغير في حالك، وهي حدثت معي أنا كنت شخص أول حياتي إذا شفت غلط هذا غلط وا وا وا، لكن بالآخر اكتشفت أنه لحظة شوي، هدول بشر وأنا بشر، كل الناس بتخطئ. صحيح. لذلك بدأت أفهم وأستوعب وتفهم الناس وتتقبلهم زي ما هم، لأنه عشان هم يتقبلوك لازم أنت تتقبلهم. صحيح. هذا كله دخلت في دورات واستثمرت في حالي، وكان عندي ناس سلبيين وأنا بوجه لهم تحية، كانوا يحكوا لي يا عمي هاي تضيع وقت فأنا بوجه لهم تحية وبقول لهم أنا اليوم قاعد في تلفزيون الفجيرة وبنحكي في مشروع والناس انضمت له والناس بالعكس حابيته، فلا تسمع كلام السلبيين. نعم. ورد على حالك، العدو الوحيد لنفسك أنت. هو نفسك. الله عليك، نحن سعيدين جدا فيك دكتور، وفعلا أمتعتنا، ولكن هناك فائدة تحتفظ فيها لنفسك وموجودة في داخلك، خبرنا عن هذه الفائدة التي من كل هذه الرحلة تحتفظ بهذه الفائدة لنفسك فقط. أهم شيء يمكن أنا تجربة طويلة في هالمجال وتعاملت ومريرة، يعني مثل ما تذكرت ليس بالسهل أن تصل إلى هذه المرحلة. أكيد لا، أكيد لا، لكن الشيء الوحيد أنه توقع كثير بس أوقف. لا تضلك على الأرض وما تستنى حد يجي يمد إيده ويشيلك. صحيح. مجرد ما تنوي أنك تطلع، مجرد ما تنوي أنك توقف،
راح يكون في ألف سبب للوقوف. صحيح. فإنوي إنك توقف وربنا إن شاء الله بيسر، وطالب العلم دائما ربنا موفقه. يا رب يا رب. نحن سعيدين جدا فيك دكتور، شكرا لك على الحضور وعلى هذه طبعا هذا اللقاء الممتع معك، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق، وأيضا هذه دعوة لكل من يشاهدنا الآن يلتحق بالدورة، ونحن بإذن الله أول المسجلين. شكرا لك الدكتور حسن المزين، خبير في تطوير الذات والموارد البشرية، ومؤلف كتاب ابدأ بنفسك. شكرا جزيلا لك على الحضور. شكرا لكم، وشكرا لتلفزيون الفجيرة وكل الشباب، وكل عام وانتم بخير. احنا بنهاية السنة، وان شاء الله 2019 بمجهودنا مش بالتمني بتصير سنة مختلفة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام.